والآن مع بطولة الأفراس 4 سنوات فما فوق، والعرض أمام لجنة التحكيم. عرض جميل ورائع وتنافس قوي بين الأفراس. This program is offered by Thank you.
البطلة البرونزية برونز تشامبيونز، والآن مع نتائج بطولة الأفراس. البطلة البرونزية جوهرة الراشدية، برونز تشامبيونز جوهرة الراشدية، سيلفر تشامبيونز البطلة الفضية هبة الراشدية. البطلة الفضية هي هبة الراشدية، البطلة الذهبية جولد تشامبيونز عصفورة السلطانة، البطلة الذهبية عصفورة السلطانة. ألف مبروك للفائزين في بطولة بطلة الأبطال. البطلة البرونزية جوهرة الراشدية، الفضية هبة الراشدية، والذهبية عصفورة السلطانة. هذه البطولة برعاية عبد الكريم المناعي وأولاده. يتفضل السيد جابر المري بتقديم الجوائز للفائزين. البطلة البرونزية جوهرة الراشدية، المالك والمربي مربط الراشدية. ألف ألف مبروك سيد عبد الرحمن الجسمي ومربط الراشدية البطلة البرونزية و اكتساح البطولة اليوم صراحة من مربط الراشدية. ما شاء الله تبارك الله، نتائج متقدمة. المركز الثاني أو البطلة الفضية هبة الراشدية، مالك السيد عبد الرحمن الجاسمي. ألف ألف مبروك. والبطلة الذهبية عصفورة السلطانة، ملك السيد أو ملك الأوراسيا ستاد و المربي السيد عبد الهادي رضا. ألف ألف مبروك للمركز الأول أيضا، وهو البطل أو البطلة الذهبية.